صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله يوم العمال العالمي لعام 2022 وعطله عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجريه. وجاء في التعميم انه بمناسبه يوم العمال العالمي لعام 2022. تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الاحد الموافق الاول من شهر مايو 2022، كما تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه بمناسبه عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجريه، يوم العيد واليومين التاليين له. واذا صادف احد ايام العيد يوم عطله رسميه فيعوض عنه بتمديد العطله ليوم اخر.